موسم فوق الخيال وهو فعلا فوق الخيال. شهد اليوم الرابع من موسم الرياض حفل من الخيال، واللي تعتبر من الحفلات الأبرز في منطقة بوليفارد رياض سيتي وعلى مسرح محمد عبده أرينا بالذات، لجمعها فنان العرب حسين الجسمي بالفنانة أصيل والفنان عايد يوسف. والبداية كانت مع الفنانة أصيل اللي تفاعل معاها جمهور بشكل كبير بغناء مجموعة من أغانيها، واللي من ضمنها أنت السعادة، خليك بحر، وبالإضافة لأغنية شكد حلو. وكشفت العربوت في حوار خاص إنها مغنتش كل الأغاني اللي كانت محضراها بسبب التفاعل. حتى كان في عندنا أغاني يعني موجودة مفروض أنه أغنيها، بس صدقني الوقت طار، يعني ما أعرف شلون، ما حسيت حتى بالوقت شلون مشى من كثر حبهم وتفاعلهم واندماجهم. وحكت الفنانة أصيل عن حبها للجمهور وإزاي بينسيها تعبها وقلقها. يعني شوف، عادة الفنان دائما لما يطلع قبل ما يطلع المسرح يكون يعني شايل حمل ومسؤولية، شلون راح يقدم، شلون راح يشوف الجمهور، وكأنه أنت تشوفهم لأول مرة، بس مجرد ما أشوفهم أشوف حماسهم وتفاعلهم أنسى كل التعب، وحتى أحيانا أتمنى أنه أظل على المسرح يعني أطول أكثر بالمنى. بعديها أشعل الليلة الفنان عايد يوسف بباقة من أغانيه واللي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير، زي تجيني وعايش بدوني وعشان العشرة. وأعرب الفنان عن سعادته بالمشاركة الأولى لي في موسم الرياض، وبالذات على مسرح الفنان محمد عبده. اليوم إحنا في الرياض لأول مرة أقف على مسرح الفنان الكبير وأستاذي الفنان محمد عبده. كنت شرفت كثير إني غنيت الفنان وأستاذي الفنان الكبير محمد عبده، واللي أفرحني أكثر الإشادة اللي أشهدها فيني بعد الحفلة، وهذا شرف كبير. وختامها مسك مع الفنان حسين الجسمي اللي جعل الليلة فعلاً ولن الخيال بغناء باقة من أشهر أغانيه زي بحبك وحشتيني، حتى من قلبي، ستة الصبح، ومهم جداً. أعرب الفنان حسين الجسمي بفخره وحبه لشركة روتانا والمشاركة في موسم الرياض. روتانا بيتي، فشهادتي مجروحة في روتانا، وروتانا كل ما يسوونه زين وفوق الزين. موسم الرياض من بدأ وهو ناجح وتفاعل وخيال. اليوم احنا في 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 سطر جديد وفي جمهور قاعد يثبت للناس انه هو من الجمهور الافضل في العالم. انا سعيد واحسب حساب كل خطوه في السعوديه لاني اقدم افضل اللي اقدم لهم دائما الافضل. فاكيد موسم الرياض دائما الاعلى ودائما فوق الخيال. اللي يطلع من القلب يوصل للقلب. وعشان كده فاجئ الفنان حسين الجسمي جمهور الحفل باداء اغنيه لفيروز، وهي نسم علينا الهوى. وقام ايضا بتقديم اغنيه نصف الفراق من خلال العزف المنفرد على البيانو. نصف الفراق ما مش بس كده، ده كمان قدم تريو لاول مره مع الفنانه اصيل والفنان عايد بغناء اغنيه الغرقان. وشكر الفنان عايد الفنان حسين الجسمي على المبادره دي من خلال حسابه على تويتر. وهي دي كانت اجواء الحفل المميز في موسم الرياض.